ثاني فوج يتم انتقائهم واختيارهم في ظل الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية. المجلس الأعلى للسلطة القضائية اختارهم بعناية فائقة لحجم الانتظارات التي تنتظر المسؤولين القضائيين الجدد ولضخامة تطلعات المواطنين، وجيل جديد سينخرط بحماس من أجل التنزيل الفعلي لاستقلال السلطة القضائية، وسنتعبأ في وزارة العدل لدعمهم ولدعم المحاكم بكل الموارد البشرية والإدارية والمالية، وسنرافق المحاكم الجديدة لكي تتمكن من مواجهة الصعوبات التي تعرفها دائما انطلاقات المحاكم الجديدة. سعدت بكون هذا الحفل أكد بالملموس توفر المغرب على أهرامات قضائية كبيرة طبعت المسار القضائي لبلادنا، وتتوفر اليوم على جيل جديد مؤهل محنك محترف من القضاة قادر على تحمل مختلف المسؤوليات القضائية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.